طريقة زراعة بذور نخل الملوكي أو النخل الرخامي، وما هو الميعاد المناسب والطرق الصحيحة لزراعة البذور. تابعونا لنهاية الفيديو وتعرفوا على كيفية زراعة بذور النخل الملوكي أو النخل الرخامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. ان شاء الله معانا فيديو النهارده هنتكلم عن كيفيه زراعه بذور النخل الملوكي، في بعض الناس بيقولوا عليه النخل الرخامي، وما هو الميعاد المناسب في زراعه النخل، وما هي الطرق الصحيحه في زراعه البذور. الميعاد المناسب في زراعه بذور النخل الملوكي في بدايه شهر 8. كلنا نعرف النخل الملوكي يستخدم في زراعه القصور وزراعه الأماكن العامة أو الحدائق العامة والمنتزهات، لأنه يعطي شكل جمالي. يتم وضع البذور في المياه لمدة 24 ساعة، لأن في غلاف خارجي لازم نطلع الجنين من جوه، في غلاف خارجي على الجنين أهو، أدي الجنين من داخل أهوت. بحط البذرة في المياه، لما الاقي القشرة ديت بقت طرية معايا اطلع البذرة من المياه، مش شرط الوقت، لو قعدت يومين مفيش مشكلة. وبعد كده بتتم عملية الزراعة. بستخدم تربة زراعية يكون خصبة، او ممكن ازرعها في بطنس. الطريقة اللي احنا بنزرعها ديت، او الطريقة اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، كيفية زراعة بذور النخل الملوكي في المشتل. بستخدم كيس خمسة زي كده، دي بنسميه كيس خمسة، بنعمل له سكوب للتهوية، وبنحط فيه تربة زراعية خالية من السماد، وبعد كده بتتم عملية الزراعة. عملية الزراعة بقوم بوضع بذرتين أو بذرة في التربة بتاعتي كده زي ما واضح معايا كده، وبعد الانتهاء من الزراعة بغطي البذرة برمل، أو ممكن أغطيها بتربة زراعية. وبعد ما بخلص، يعني مثلا بغطيها بتربة زراعية زي كده بمقدار سنتي، وبعد كده بروي البذرة بتاعتي بالمياه غمر. بعد الانتهاء بعمل عليه حضانة بلاستيك وعليها نسبة ظل خفيفة. مدة الانبات نبات النخل الملوكي، مدة الانبات من 45 يوم الى 60 يوم، يعني بتأخر في عملية الانبات. فانا مش هستنى، اللي انا هستنى اللي البذور بتاعتي تنبت. انا هنشر الفيديو علشان البذرة بتتنقى دلوقتي من على الشجر وبتتم زراعتها دلوقتي، انما ان انا هستنى اللي البذرة بتاعتي تنبت هتاخد وقت كتير، هتروح لشهر 10، يبقى احنا تأخرنا في ميعاد الزراعة. دي الطريقة الصحيحة في زراعة النخل الملوكي، وشرحنا طرق الاستخدام، وان شاء الله في بعض الصور هوريكم شكله في بداية الفيديو. شكله زي ما انتم شايفتوه في بداية الفيديو في الاماكن العامة وفي الكسور، وان شاء الله هنوريكم كيفية عمل الحضانة على بذور النخل الملوكي. بعد الانتهاء من تغطية بذور النخل الملوكي أو النخل الرخامي، يتم ري البذرة زي ما واضح معايا كده. دي طرق الرعاية وطرق الري. بعد الانتهاء من الري يتم تعريض البذرة للشمس ليوم واحد، يعني أنا بروي النهاردة بعمل الحضانة تاني يوم. تاني يوم بعمل الحضانة، ليه بقى؟ علشان لو أنا غطيت دلوقتي عملت حضانة بلاستيك هتعمل لي عفونة في البذرة. هذه طريقة الري وطرق الحفاظ على البذور بعد الري. تاني يوم بعمل حضانة زي ما واضح معانا كده. هذه الحضانة البلاستيك الأبيض الشفاف زي ما واضح معانا كده، هذا البلاستيك اهوت، بقفله تماما من جميع الجوانب، ما بسيبش أي سكوب للتهوية. بعد ما بعمل الحضانة بلاقي إن الحضانة فيها ابتدت البخار بتاعها بيطلع اهو، باين عليها اهوت على جسم البلاستيك اهوت، وعليها حصر او كبات يكون مفرغه كده علشان ما تعمليش ظل غامق، لازم يكون فيها فراغات كده للتهويه البذور تحت البلاستيك.
ادي طريقة زراعة بذور النخل الملوك بطريقة سهلة وبسيطة في المشتل. اتمنى ان اكون الشرح نال اعجابكم، ولو في استفسار ابعتولي في التعليقات. انتظروني في فيديو قادم من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.